كرثام اسماعيل في محور الدفاع احمد ابراهيم والريدي سلاقة. حكم المباراة الاوزبكي فالنتين كوبارينكو يعطي ضربة بداية المباراة النارية في وسط الميدان الدفاعي. امجد وعادية الكرة بعيدة من سلمان واقتراب وتلبك يا الهاوي يعد الكرة خارج الميدان والجماهير تشتعل من الان. كرة في دار الهاوي يتجنب خروج محمد حميد ياتي اول ركنيه للسعوداء. اثاره قويه الريتم ممتاز في المباراه. كره في دار اسامه الساوي وبسلام يسلم لبسلام في المواجهات التاريخيه مشاهدينا الكرام بين الفريقين. طيب قويه وعرضيه سلمان كره على اليمين الشهراني ياسر الشهراني منه الدفاع العراقي يعاني هو ياسر الشهراني مدافع الهلال 24 مباراة دولية لياسر الشهراني اللي بدا بدايته الكروية في نادي القادسية. لكن انتصار بهدفين يعني الصدارة والجدارة مع اليابان وعلي عدنان بالراس. ياسر بن سلام في المكان المناسب. علي عدنان امامنا 23 عام في موسم ثاني مع اودينيزي الايطالي. خرج الكره من منطقه الخطر لكن ما زالت الكره ريدي سولاقا يغير خطوره في هذه الكره بالراس والكره غريبه وعجيبه. هنالك مخالفه ضد حمادي احمد. قرار التسلل حتى قبل المخالفة. كرة خطيرة من المنتخب العراقي. أحمد ياسر التصوير من الكراية بتدخل لمنصور العربي. أحمد ياسر أفضل لاعب عراقي لحد الآن محترف معيدر القدري 25 عام. يقلق راحة بال الدفاع السعودي في كل عدد المباراة. صعب المرور في محور الدفاع للمنتخب العراقي. نواف العابد هل تجاوزت برمتها هذه الكرة أم لا؟ لم تتجاوز برمتها وبالتالي الإنقاذ كان من أحمد إبراهيم. يا سلام تبادل تكتيكية كبيرة بين المدربين وهذه السرعة من الإيقاع ومنصور للسهلاوي والحارس حامد ممتاز. خروج بالتايمينج اللازم لحارس الشرطة العراقي محمد حميد 24 عام بعد الدور صبري يتحمل مسؤولياته في العرين السعودي في العرين العراقي عفوا. حموي لكرة القدم وكرة بالراس المتابعة من حمادي ليوسع ياسر بن سلام بمبدأ الأمان يضع الكرة خارج الميدان. ركنية عراقية في أوقات صعبة 9 دقائق قبل نهاية الشوط الأول. اخترم أحمد إبراهيم اخترم وكرة بالراس هو أحمد إبراهيم هو قلت لكم مشاهدينا الكرام المدرقة العربية راموس الكرة العربية أحمد إبراهيم شوفوه بالراس. نعرفه من زمان غدار وعنده راس مثل حمشي. احمد ابراهيم انقاذ ممتاز من البيان مع اللمسه الفنيه الكرويه للمدرب الهولندي بيرفان مارفيت. هذا الهجوم الخطير 3 ضد 2 احمد ياسين وين مرت بسلام هذه الهفوه الدفاعيه السعوديه. يحيى الشاري كاد ان الشهراني
سريع يا رب التسويق التسويق من نايف العابد بجانب الحارس محمد حميد كان بالامكان افضل بكثير مما كان نواف يفقد توازنه العراقي في الشوط الاول يلعب بالمليمتر ودي كرة كثيرة الخيبري بالتمايد يا عبد الشاري وإمكانية التسويق فانا نواف باليسار باليسار أستوريا ستار بجانب محمد حمد ولعت هذه التصويبة جماهير استاد الجوهرة دارت العادة النظام بأربع لاعبين بالدفاع وكورة يحيى شنو يحيى شنو التصويب السعودي الشاري المتعدي يا عبد العزيز يا بكر في طريقه الى العاصمه الروسيه العب يا شاري العب باليسار جماله وفي الشباك حكامه يساري يا ضابيه النجوم السعوديه تتلالى في سماء شده بالتيسير والسهلاوي في يحيى الشاري يا سلام يا سلام كورة من عشبك زمان هو يحيى الشاري روعة الشاري يبكي ولا يبالي بالماضي الجميل والحاضر الأجمل السعودي مشاهدينا الكرام يمضي إلى عالم الإبداع البحث عن المدرب مع أحمد إبراهيم أحمد ياسر يوسع وأحمد إبراهيم هو اللي يضرب بالرأس المدرقة العربية العراقية إن لم يعد قادر لم يعد وعنده الإمكانيات إمكانيات التسويق مهاوي التسويق من بعيد من أحمد عدوان أو لا مهاوي بالفعل على مهاوي